في حدا واقف عامل بسط عم نافي عنه؟ لا، الا تاجر المخدرات واللي قتل الجيش القوى الامن الداخلي واللي تعامل مع اسرائيل، هول بس بنافي عنهم. ليش؟ لانه نحن دوله بلا كرامه، لانه اللي حاكميننا بلا كرامه. والعسكر حامل عصاي. ما في شيء اسمه مبعدين، هن عملاء. هن عملاء، بشدد عملاء. اعطيني بعطيك كله، بدي اصوات انتخابيه، جزء مستفيد من 40,000 صوت انتخابي ما بينتخبوا بالبقاع وبتنو هم علوم الملحقين، وجزء بفقد الحاضن السنية لإله بطرابلس بده يرجع الحاضن كتيار مستقبل، كمان بده أصوات السنة بالعفو الإسلاميين، وكمان الصراع على الرئاسة الجمهورية بالمستقبل بين التيار وبين القوات عم يتقاتلوا مين بده يقدم أكثر لهذه التقديمات عند المسيحيين إنه إحنا أرباب الحل. من يريد تغيير تسمية العمالة أو الخيانة فهو يريد أن يلصق هذه التهمة بنفسه، فهو عميل وخائن، وستنطبق هذه التسمية على كل من يمرر ويحاول تمرير هذا القانون اليوم. تغيير التسمية من عملاء لمبعدين هي تسمية ملطفة، كما البعض غير مغتربين إلى منتشرين ليلطف، وكأنه هيدول راحوا نشروا الحرف وصحن التبولة والحمص. لا، هيدول شبابنا، هيدول هن المبعدين قصرا. أما الموجودين بالأراضي المحتلة هن مش فقط عملاء، هن شركاء باحتلال الأرض الفلسطينية. مش حقهم مش مبعدين، مش حقهم مش مبعدين، هودي عملاء ومجرمين، هودي عملاء ومجرمين. الجماعة راحوا بإرادتهم، بإحصاء بسيط 95% منهم معهم الجنسية الإسرائيلية، 90% منهم خدموا بجيش العدو الصهيوني، 17% منهم تزوجوا من إسرائيليين. محل الولادة مدن احتلال، فيك تقرأ أورشليم على وثيقة الولادة. لا يمكن التواصل اليوم مع عملية التنازل عن الجنسية إلا من مراسلات متبادلة ومتواصلة ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. هالأمر خلص، إذا تم الأمر هذا يقولونا بكل بساطة نحن هلأ بدنا نفتح ونعمل تعاون إسرائيل وسلام، وحاجة كذبوا علينا بموضوع بعد في مقاومة في حدود. وجابوا العملاء على لبنان، جابوا العملاء على لبنان، واللي جابن هو عامل. في بعض الحالات يجب أن تدرس، اللي هني موجودين دون محاكمات توصل لهم عشرات السنين، فهي المسؤولية بيتحمل، يعني بيتحملها القضاء. الغلط من الأساس صار إنه الاستهزاء والاستلشاء بمحاكمة العملاء من 2000 لهلا.